أنا طبعا ليبيا هي جزء من منظومة إقليمية ومهمة جدا، توصف بأنها في بطن التمساح المنطقة الرخوة، وتأتي في عمق مجال الحيوي للاتحاد الأوروبي وبالخاصة الإيطاليين والدول الأوروبية. من هنا ليبيا كانت في منظور الدول الفترة الأخيرة فيما يعرف بالمجال الحيوي أو المجال الجيوستراتيجي، بمعنى آخر يعني يجب عليهم الاستفادة من ليبيا من بحرها، من سمائها، من ترابها، من ثرواتها. هذا ما يعرفها صانع القرار في الدولة التركية في اجتماعاته المعهودة كل يوم أربع، يضع في الملف الليبي الرئيس التركي أردوغان ضمن أولويات الأمن القومي الروسي. وبالتالي نحن نفهم بأن كل آلاف الأميال التي تفصل ليبيا عن تركيا، لكن تظل ليبيا كمجال حيوي أي جيو استراتيجي كمتنفس للأتراك وكقاعدة للانطلاق وكفكرة لعودة ما يعرف بالوطن الأزرق، بحيث يتوسع الأتراك في بحر إيجا والبحر الأسود والبحر المتوسط إضافة حوالي 400,000 كيلومتر ضاف من خلال ليبيا. إذن ليبيا تأتي ضمن مفهوم الأمن القومي التركي. جاء هذا أخيرا بعد لقاءات الأتراك وتدارسهم وتداخلهم في الحالة الليبية. أيضا صانع القرار في الدولة الروسية لم يكن وليد الساعة، هناك من نظر في 96 أو 97 القرن الماضي، إلى أن وصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى قمة الكرملين، وهو ما يعرف ب فاونديشن اوف جيوبوليتيك، أساسيات الجيوسياسية. كان المنظر لها ألكسندر دوغن الذي يوصف بأنه مخ الرئيس بوتين، نظر بأن بضرورة تواجد الروس وإقامة تحالف في الدول، تحدث عن ليبيا وتحدث عن سوريا. هذا شكل القاعدة الفكرية لصانع القرار وكمنطلقات في الكريملين. وهنا نجد الروس دائما يتحدثون ضمن هذه العقيدة بأدبيات بالأخص للدول التي يتحركون فيها، عبر عبارات الدولة والمجال الحيوي والسيادة الوطنية. وهذه العبارات عادة عندما يتدخلوا في دولة يقولون نحن نريد أن نحافظ على الدولة وعلى المجال الحيوي وعلى السيادة الوطنية. هذه ضمن منطلقات رافروف أو بيرشكيف، مستشار الأمن القومي، أو أيضا المساعد بوغدانوف لشؤون الشرق الأوسط. ليبيا الحقيقة هي تأتي ضمن ما يعرف بعبقرية الجغرافيا الحقيقة. ليبيا كموقع مهم، لكن طاقاته وإمكانياته للأسف هي أكبر بكثير من إمكانيات من قادوا التغيير في فبراير 2011. وهذا طبعا بعكس رؤيات الآباء المؤسسون الذين وصلوا إلى توافقات وحكمة وعرفوا كيف يتعاملون مع قضايا ليبيا ضمن السقف الوطني من خلال اختيار الحليف والحلفاء والمحور، استطاعوا أن ينجزوا دورة الاستقلال الأولى. هذا طبعا غير متوفر حاليا، ومن هنا نفهم عملية التدخل المريع في ليبيا والذي سبب ضرر للدولة الليبية. بصفة عامة التدخل في ليبيا هو موجود، أبرز تجلياته في مؤتمر برلين واحد ومؤتمر برلين اثنين. السيدة ميركل لا يمكن أن تدعو وأن تقوم بدعوة 10 دول إلا وهي تعرف بدل المعلومات من وكالات العمل الخارجي الألمانية وأيضا من خلال بعثتها الموجودة في طرابلس بأن ليبيا هي ساحة مهمة جدا وقد تشكل خطر حتى على حلف الناتو، أيضا تشكل حتى كضغط على دول الساحل والصحراء والدول الجنوب الموجودة في جنوب الصحراء الليبية، أيضا تشكل في قضايا الإرهاب والعملية الواسعة الفرنسية التي شهدتها على حوالي 5 دول من تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو وحتى موريتانيا، عملية كاملة أقيمت تحت تسمى عملية برخان للقضاء على الإرهاب. إذا ليبيا تشكل قاعدة بغض النظر على الثروات وعلى الطاقة الموجودة، تشكل كعنصر مهم لتغذية الأوروبيين، حوالي 30% يتم التغذية من ليبيا. إذا ليبيا تشكل هاجس وتأتي ضمن الدائرة الثانوية في تعريفات وزارة الخارجية الأمريكية عندما تشهد المنطقة الأولى وهي الدائرة الرئيسية حسب ما تحدث كيسنجر، وهي دول الخليج، دول البترودولار،
تأتي أهمية ليبيا في تزويد العالم بالطاقة.